الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمه، وأن يبارك فيكم، وأن يفتح لكم أبواب الخيرات، أن يجعلكم موفقين في كل أموركم. وبعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، نواصل فيه ما ابتدأنا من قراءة كتاب جزاء الصيد، لعل الله جل وعلا أن ينيلنا رضاه، وأن يجعلنا ممن يحصل على ثوابه وأجره، ولعل القارئ أن يعرض لنا شيئا من أحاديث هذا الكتاب بارك الله فيه، فليتفضل مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، وهو محرم، فرده عليه، فلما عرف في وجهي رده هديتي، قال: ليس بنا رد عليك، إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. في الحديث فضل الصعب بن جثامة رضي الله عنه وإثبات الصحبة له، وفيه أنه إذا أقر صحابي لشخص بأنه من أهل الصحبة ثبتت له الصحبة بذلك. وفي الحديث جواز أكل الحمار الوحشي وأنه من الصيد، ولذلك يمنع المحرم منه. وفي الحديث من الفوائد مشروعية الهدية ومشروعية قبولها إذا لم يكن هناك سبب لردها ومنعها. وفي الحديث من الفوائد أن الحلال إذا صاد صيداً من أجل المحرم لم يجوز للمحرم أخذه، وهذا الفرق هو الفرق بين قصة أبي قتادة وقصة الصعب بن جثامة. فأبو قتادة صاد صيداً وهو محرم، ثم أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه محرماً وأكل منه. وأما في قصة الصعب فإنه لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الصيد منه، واعتذر بأنه محرم. ما الفرق بينهما؟ يقول: في قصة أبي قتادة لم يصد الصيد من أجل المحرم، فلما صاده أهدى منه بعد الصيد، فجاز للمحرم أن يأكل. وأما في حديث الصعب فإنه إنما صاده من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قلنا بأنه إذا صاد الحلال صيداً من أجل المحرم لم يجوز للمحرم أن يأكل منه. وفي الحديث من الفوائد أن من رد هدية لسبب شرعي فينبغي به أن يبين سبب رد تلك الهدية، ولذا قال: ليس بنا رد عليك، يعني ردنا ليس لسبب عائد إليك، وإنما لسبب عائد إلينا، ألا وهو أنهم حرم. وفي هذا الحديث دلالة على أن الهدية قد ترد لورود سبب وعلة يقتضي ردها، ومن ذلك رد هدايا العمال، ومن ذلك رد المقرض للهدية التي يبذلها المقترض. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب
والحداءة. في هذا الحديث بيان أن هذه الأنواع الخمسة يجوز للمحرم أن يقتلها وأنه لا حرج عليه فيها، وجماهير أهل العلم على أن العلة في هذه الخمس أنها مؤذية، فكل ما كان مؤذياً بطبعه فإنه يجوز للمحرم أن يقتله قياساً على هذه الخمس. وفي هذا الحديث أيضاً من الفوائد أنه إذا جاز للمحرم قتل هذه الأنواع فالحلال من باب أولى. وفي الحديث أن ما كان مؤذياً فإنه لا جزاء على المحرم في قتله. نعم. وعن حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتل المحرم خمساً من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحداءة والفأرة والعقرب والكلب العقور. في هذا الحديث بيان ما يجوز للمحرم أن يقتله، وفيه أنه سماها دواباً بمعنى أنها تدب على الأرض وتسير عليها. وفي الحديث أنه لا جزاء ولا فدية في قتل هذه الأنواع، وفي قوله الكلب العقور أي الذي يعتدي على الناس ويؤذيهم ويؤذي دوابهم، وفي هذا دلالة على أن الكلب غير العقور لا يقتل لأنه لا يؤذي. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. في هذا في قوله كلهن فواسق، والفسق الخروج من أمر لآخر، مراد منه هنا الخروج من عدم الأذية إلى الأذية. في هذا دلالة على جواز قتل المحرم لهذه الأنواع الخمسة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه والمرسلات عرفا وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فابتدرناها لنقتلها فذهبت فسبقتنا فدخلت جحرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. في هذا الحديث بيان أن المحرم يقتل الحية، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وهم في منى محرمون بأن يقتلوا هذه الحية. وفي الحديث جواز رقي الجبال في أيام منى، وأن من بات على جبال منى فكأنه قد بات فيها. وفي الحديث استعمال الغيران في الاستظلال بها. وفي الحديث فضل سورة المرسلات وبيان الوقت الذي نزلت فيه. وفي الحديث مشروعية تلقي العلم ومدارسة القرآن، وأن دراسة القرآن تكون بالتلقي مباشرة كما تلقى ابن مسعود من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث المبادرة لامتثال أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوزغ فويسق، ولم أسمعه أمر بقتله. وزعم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. الوزغ يقال له سام أبرص، يسميه الناس هنا الضاطور،
ومن خاصيته أنه قد يدخل شيئاً من السموم في أنواع المطاعم ويعيش في البيوت. وفي تسمية النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا الاسم فويسق دليل على جواز قتله وعلى أنه مما يجوز للمحرم أن يقتله، لأنه علل قتل الخمس الدواب السابقة بقوله كلهن فاسق. وقد جاء في حديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالأمر بقتله وبين أن من قتله في الأولى كان له 70 ومن قتله في الثانية كان له أقل من ذلك. وبالتالي نعلم أن بعض الصحابة قد علم ما لم يعلمه غيره، فإن عائشة تقول لم أسمعه أمر بقتله، بينما روى آخرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من شقيقة كانت به بماء يقال له لحي جمل، واحتجم وهو صائم، وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه واستعط. قوله احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز الحجامة، والحجامة ليست عبادة، ولذا كانت من الأفعال العادية، وبالتالي يحكم عليها بأنها من الأمور المباحة. وفي الحديث جواز الاحتجام في الرأس وأنه لا حرج في ذلك. وفي الحديث أن المحرم يجوز له أن يحتجم، وظاهر هذا أنه لم يقم بأخذ شيء من شعره، فإذا لم يأخذ شيئا من شعره لم يجب عليه فدية لكونه لم يقع منه محظور من محظورات الإحرام. وأما إذا أخذ من شعره من أجل الاحتجام فإنه يجب عليه حينئذ فدية الأذى، يخير فيها بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين بمكة أو ذبح شاة. والشقيقة مرض من أمراض الرأس. وقوله هنا بماء يقال له لحي جمل، يعني في موطن بئر يسمى بهذا الاسم. وقوله واحتجم وهو صائم، أخذ الجمهور من هذا أن الحجامة لا تفطر الصائم، وذهب الإمام أحمد وجماعة إلى أن الصائم يفطر بالحجامة لما ورد في حديث جماعة من الصحابة كثوبان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، وهي أحاديث متتابعة. وقالوا عن هذه اللفظة، أجابوا عن قوله واحتجم وهو صائم بأحد جوابين: منهم من قال هذه اللفظة وهم من الراوي، ومنهم من قال بأن هذه الحجامة كانت في أثناء سفره، والمسافر يجوز له الفطر، فهنا أصبح صائما وأفطر بالحجامة لكونه مسافرا، والمسافر يجوز له الفطر. قال وأعطى الذي حجمه، يعني أن الحجام أعطي أجره، وفي هذا دلالة على جواز عمل الحجامة، وفيها جواز امتهان الحجامة وأخذ الأجرة على الحجامة، وأنه لا حرج في أخذ الأجرة. وحينئذ يكون ما ورد في الحديث كسب الحجام خبيث لا يدل على المنع والتحريم من أخذ الحجام للأجرة على الحجامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بذلها وهو لا يبذل الحرام، وإنما يدل على استحباب التنزه من هذه الأجرة. وفي الحديث
الاستدلال بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استدل ابن عباس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث جواز وضع شيء في الأنف من أجل أن يعطس الإنسان فينظف ما في أنفه، وهذا معنى قوله والسعطأ. وفي الحديث من الفوائد أن أمراض الرأس قد تستعمل لها الحجامة، ولم يبين هنا وقت الحجامة، وأهل الطب يستحبون أن يكون في نصف الشهر. وفي الحديث أيضا ذكر ما يتعلق بالسعوط وإباحته. نعم. وعن ابن بحينة رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة في وسط رأسه. قوله هنا احتجم فيه إباحة الحجامة وجوازها، وقوله وهو محرم، قال بعض أهل الحديث هذه هي اللفظة المحفوظة، وحكموا على لفظة وهو صائم بأنها لفظة غير محفوظة وهم فيها راويها. وعلى كل كما تقدم يمكن أن تحمل على أنه أصبح صائما فأفطر بالحجامة لكونه مسافرا، والمسافر يجوز له الفطر في أثناء يومه. وفي الحديث جواز الاحتجام على وسط الرأس وأنه لا حرج فيه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف. في هذا الحديث فضل ميمونة رضي الله عنها، وقد عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بسرف في مدخل مكة وماتت هناك وقبرت في نفس مكانها. وقوله تزوج ميمونة وهو محرم، هكذا قال ابن عباس، ولذا رأى الحنفية أن المحرم يجوز له أن يعقد عقد النكاح لنفسه بأن يكون زوجاً أو لغيره بأن يكون ولياً أو وكيلاً. جمهور أهل العلم يرون أن المحرم لا يجوز له أن يعقد عقد النكاح، ويرون أن ذلك العقد باطل، لما ورد في حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح. لا ينكح يعني لا يكون زوجا، ولا ينكح يعني لا يكون وليا. في بعض الروايات ولا يخطب. وقالوا عن حديث الباب بأنه وهم من ابن عباس، فقد روت ميمونة بأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهما حلالان. وروى أبو رافع رضي الله عنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما حلالان، وكنت الوسيط بينهما أو كنت الرسول بينهما. قالوا: فرواية ميمونة وهي صاحبة القصة، ورواية أبي رافع وهو المباشر لها، مقدمة على رواية ابن عباس، وابن عباس كان في ذلك الوقت ابن 13 سنة، فقد يخفى عليه ما يعلمه غيره. ثم قد يكون الأمر أنه عقد عليها وهو حلال، لكن لم يظهر الأمر ولم يعرف الناس الخبر إلا بعد إحرامه. وعن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه
فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب. فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. في الحديث ما وقع أو شيء مما وقع بين الصحابة من الاختلافات الفقهية، والأبواء مكان قريب من رابغ، وكان الخلاف في هل يغسل المحرم رأسه، فقد كان بعضهم ومنهم المسور يقول لا يغسل المحرم رأسه، ينطلق من كون المحرم ينهى عن تغطية رأسه، فكان يظن أن صب الماء على الرأس من تغطية الرأس، بينما ابن عباس يرى أن غسل المحرم لرأسه جائز وأنه لا حرج فيه. فأرسل تمار الصحابيان واختلف في ذلك، فأرسل إلى أبي أيوب ليعلمهما بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفي هذا مشروعية الرجوع إلى أهل العلم، وأن المرجع إلى الكتاب والسنة، وأن السنة النبوية مقر بها معترف بها. قال: فوجدته، يقول عبد الله بن حنين، فوجدت أبا أيوب يغتسل بين القرنين. القرنان خشبتان تكونان في جانبي البئر، تكونان في جانب البئر، ويربط بينهما في الأعلى بخشبة أخرى، ومن أجل أن تربط فيها الحبال التي يستخرج بها الماء، و يكون هناك بكرة بمثابة دائرة من أجل سهولة حركة الحبل. قال: فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه، فيه السلام على من كان في الاغتسال أنه لا حرج فيه. فقال أبو أيوب: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك. وفيه رجوع الصحابة للكتاب والسنة، تقديمها على الآراء والاجتهادات، فأسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. سأله عن الكيفية من أجل إثبات أصل الفعل، من أجل إثبات أصل الفعل. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه، أي أنزله قليلا، قال: حتى بدأ، أي ظهر لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليك، أنه جارية من جواريه التي يملكهن، أصبب، أي سق الماء علي. فصب الماء على رأسه ثم حرك رأسه بيديه، في هذا مشروعية دلك الأعضاء في الاغتسال. فأقبل بهما، يعني بيديه، وأدبر، فيه أن الغسلة الواحدة في الغسل مجزئة. وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. في هذا أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم العبادية أنها سنة يقتدى به صلى الله عليه وسلم فيها. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. نعم. قوله: هذا الحديث في فتح مكة، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أهدر دماء 10 أشخاص، كان منهم ابن خطل هذا،
قيل بأنه كان يشبب بنساء المؤمنين ويصفهن بأوصاف مقذعة. ولما دخل عام الفتح وهو السنة الثامنة وعلى رأسه المغفر، معناها أنه لم يكن محرما، لأن المحرم يؤمر بتغطية رأسه. فلما نزعه أي أبعد المغفر عن رأسه جاءه رجل فقال إن ابن خطل، عبد الله بن خطل، وقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، فجاء إلى الكعبة وتعلق بأستارها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه، فقال اقتلوه. وفي هذا دلالة لمذهب أبي حنيفة ومالك على جواز الدخول إلى مكة بغير إحرام لمن لم يرد النسك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث جواز اتخاذ الأسباب التي تقي من الحوادث، ولذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم المغفر، مما يدل على جوازه. وفي الحديث قتل الأسير ومن يكون معه، في الحديث أن الكعبة لا تؤوي محدثا، وأن من كان حدثه في مكة فإنه لا يأمن حتى في مكة. لعلنا نقف على هذا. بارك الله فيكم، وفقكم لكل خير، جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إليه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.